مظاهرة في محافظة الفيوم الواقعة جنوب القاهرة دعا إليها الإخوان المسلمون للتعبير عن غضبهم إثر مقتل الشاب رشوان محمد أثناء مشاركته في مظاهرة. مصطفى محمد شقيق رشوان شارك أيضا في المظاهرة، وكغيره من المتظاهرين هو مقتنع بأن الشرطة هي من قتلت شقيقه ذا 25 عاما في الذكرى الرابعة للثورة المصرية. المتظاهرون رددوا هتافات مناوئة للنظام الحالي وطالبوا بثورة جديدة. إن احنا نقعد في بيوتنا ده مش هيرجع حقنا بعيدا عن اي شيء، فاحنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اعملوا، احنا بنعمل اللي علينا اللي في ايدينا، احنا لا في ايدنا سلاح ولا في احنا في ايدنا كلمتنا بس، وفي ايدنا مبادئنا اللي احنا مؤمنين بيها. في المنزل اخبرنا مصطفى محمد ان اسرته لا تتعاطف مع الاخوان المسلمين الا انهم الوحيدون الذين خرجوا للتظاهر من اجل الفقيد. نسال الله العظيم ان لا تفقد دناك ولا تفقد فلذة كبدك. تأثير شخصي ازاي اقول لك ايه؟ اقول لك فقدت روحي، فقدت عقلي، فقدت كبدي، فقدت كل شيء. يقول مصطفى انه كان برفقة اخيه في مظاهرات 25 يناير. كان ذلك هنا في المطرية شرق القاهرة عندما خرج الشقيقان مع اخرين للتذكير باهداف ثورة 25 يناير. فأطلقت الأعيرة النارية وسقط في هذا الحي وحده 18 قتيلاً. عقب تلك الأحداث عقدت وزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً لم يدع إليه سوى صحفيين أجانب، وقال متحدث باسم الوزارة إن مزاعم إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين لا أساس لها من الصحة، وإن المسؤولين عن قتلهم إرهابيون. الطب الشرعي قال إن المقذوفات الخرطوش اللي استخرجت من جسد عدد كبير من الضحايا في التوقيت ده مش شيماء تحديدا عيار غير مستخدم في أجهزة الشرطة على الإطلاق. مصطفى محمد يرفض قبول وجهة النظر الحكومية، وقد رافقناه مع عمه إلى مكتب إحدى منظمات حقوق الإنسان في القاهرة، فمن خلال دعمهم يسعى لمقاضاة الحكومة على مقتل شقيقه. كل المحيط اللي قدامنا اللي احنا ممنوعين من الوصول ليه أصلاً، اللي احنا كنا بنتظاهر في المكان ده، المحيط ده كله كان تحت سيطرة الداخلية، فأيا يكن اللي ضرب سواء الداخلية أو غير الداخلية فهو تحت عين الداخلية. احتمالات نجاح الدعوة ضعيفة كما يقول المحامي، لكن مصطفى مصمم على رفع الدعوة كي لا تذهب دماء أخيه هدراً.